اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى. معاكم ضحى نجاح، والنهارده بنعتذر عن عدم وجود استاذ اسلام شريدح لظرف صحي. معانا ضيفتنا في الحلقه النهارده دكتور سلمى محمد قدري، اخصائيه طب وجراحه العيون والليزر طب القصر العين. ازيك يا استاذه سلمى؟ عامله ايه؟ ضحى دكتور، قبل ما نخش في التخصص والعيون، ممكن بس نتكلم عن مرض العصر الحالي وهو كورونا. ممكن بس نبتدي نعرف الناس ايه هو الكوفيد 19 او ايه هي كورونا؟ هو الكوفيد 19 دي سلاله من سلالات الكورونا. هي اصلا سلاله واسعه جدا. كوفيد 19 انتشر في 2019 ديسمبر 2019. هو مرض معدي جدا، بينتقل عن طريق دروبلت انفكشن. بتتراوح الاعراض بتاعته من برد عادي، نزله برد عاديه زي كحه يعني اللي هو السعال والرشح والحراره والارهاق والام الجسم وكده، الى اعراض اكتر من كده زي ضيق في التنفس والام في الصدر وجلطات بقى في الرئه والحاجات التانية اللي بعد كده. بيبقى حسب ايه؟ حسب مناعه الجسم، حسب السن، حسب الامراض المزمنه اللي موجوده عند البيشنت. يعني لو هو مثلا دايابيتك، مريض سكر، مريض ضغط، الامراض دي كلها هي اللي بتاثر وتخلي الموضوع يعمل مضاعفات بعد كده. الكوفيد مشكلته انه بينتشر بسرعه جدا بسبب ان هو بيقعد على الاسطح المعدنيه اكتر من 72 ساعه. كنت لسه عايز اسالك على الحوار ده. احنا عارفين من بدايه لما الكورونا انتشرت او الكوفيد انتشر انه الناس كلها او الدكاتره كلهم قالوا ان هو بيقعد على المسطحات، بيثبت على المسطحات لفتره 24 ساعه ما بيطلعش، وفي ناس قالوا ان هو مش مرض هوائي. طيب الناس بتستغرب، خلاص يبقى انا هتعدي ازاي من الكحه او من العطسه او لا هو دروبلت، هو فعلا هو هوائي، بس هم بيقولوا ان هو بيقعد على المسطحات 72 ساعة، على النحاس 24 ساعة، بالزبط. على اللبس 12 ساعة. تمام. فهو يعني بيقعد حي فترة كبيرة على الحاجات دي، فده اللي بيخلي ان حضرتك لو جيتي لمستي اسطح او لمستي اي حاجة وبعد كده حطيت قربتي ايدك جنب انفك جنب عينك هتاخدي العدوى. طب ايه هي طرق الوقاية؟ ازاي امنع ان انا القط العدوى؟ طرق الوقاية، اولا هو المرض بيموت بسهولة بغسل الايد. يعني غسل الايد، ادوات التنظيف زي الكلور، الديتول، الحاجات دي كلها، تجنب الاماكن المزدحمة طبعا. لما اجي اعطس او اكح او كده، لا احط ايدي او في كوعي او يبقى في معايا تيشو احطه على يعني على انفي، على منفيري او بقي، علشان ما عديش التاني. وبعدين مشكلة الكوفيد ان انا ممكن ابقى كارير، يعني انا حملاه بس مش باين عليا اعراض. بالظبط. فانقله لحضرتك، حضرتك يبان عليكي عرض بسيط جدا زي الرشح زي الكحه، تنقليه لحد تاني يكون مناعته قليله فيبتدي يحصل عنده مضاعفات تانيه. فهي مشكلته ان هو ساعات بيبقى سايلنت سنتنس، يعني صامت مفيش اي حاجه على الاعراض بس كارير، وبتشيليه لمده 14 يوم. طبعا ده اللي هما لسه يعني بيقولوا الايام دي، لسه ما نعرفش طبعا ديتيلز كتيره، بس هو 14 يوم. تمام. عشان اتجنبه كمان لازم يعني لو حد كان مخالط او حس بالاعراض دي يعزل نفسه في البيت 14 يوم. تمام. عزل تاني. لان هو انا عايز احكي ان الابحاث الجديده بتقول ان هو بيفضل في الجو عادي كده لمده 3 ساعات. يعني لو في مريض كح مثلا وطلع بره ومشي لمده 3 ساعات الفيروس موجود، هيك هتخشي هتستنشقي الموضوع ده هيجي لك الفيروس. بالظبط. واهم حاجه كمان الماسك عشان الناس اللي مش ملتزمه، وعشان كده بنلبس الماسك. بالظبط كده. الماسك ليه طبعا دور كبير جدا. طب ايه هي طرق علاجه الموجوده لغايه دلوقتي؟ يعني لما اكتشف ان انا عندي كورونا، ايه المفروض الدكتور بيوصفولي؟ بنشوف الاول الاعراض اللي علينا ايه. دلوقتي لو الاعراض بتتراوح من برد عادي جدا اللي هو رشح، كحه، حراره، بعزل نفسي في البيت. طبعًا. اول حاجه العزل في البيت وسوائل دافيه وخافضات، وممكن ناخد مثلا فيتامين سي او حاجات كلها يعني اللي هي ايه تزود معانا ايه المناعه. تمام. لو بدا يبقى في ضيق تنفس او حصلت مشاكل، الم في الصدر او حاجات زي كده، مضاعفات تانية، بنبتدي لا لازم نروح مستشفى. لكن هي مين لي بتمر على 80% من الناس دور برد عادي، وممكن تمر على حد من غير اي اعراض خالص يبقى هو حاملها بس. تمام. بس لو كان مخالط لازم يعزل نفسه. للاسف الموضوع ما بيحصلش لغايه دلوقتي. طيب موضوع اللقاح اللي انتشر فتره، يعني اللقاح ده ايه نظامه؟ مش مفروض ان مثلا بيتاخد قبل العدوى ولا بعد العدوى؟ هيمنع وجود العدوى اصلا ولا لا؟ لا، هو بالنسبه للفاكسينز اللي نزلت للكوفيد في اثنين، في فاكسين اسمه موديرنا وفي الفاكسين بتاع فايزر. تمام. الاثنين بيتاخدوا، هما اصلا عباره عن حقنتين. تمام. الحقنه الاولى بالنسبه لفايزر بناخد اول جرعه وبعدين بنستنى 21 يوم
وناخد الحقنه الثانيه. تمام. بيبتدي الفاكسين يعمل انتي بوديز بتاعته، يبتدي يعمل مفعول في الجسم بعد 7 ايام. أوكي. يعني برضو حضرتك عرضه في ال7 دايز دول او ال7 ايام دول ان هيك تاخدي الكوفيد. فمش معنى كده ان انا برضو اختلط بالناس وانسى الاجراءات الوقائيه والكلام ده، اني ممكن اخده في ال7 ايام دول لحد ما يحصل ان جسمي يبتدي ينشط فيه الجهاز المناعي. تمام. وبعد كده تبقى البوستر دوز اللي هي الجرعه الثانيه بعد 21 يوم. الفاكسين الثاني اللي هو الموديرنا بيتاخد برضو اول دوز بعد 14 يوم بيبتدي الجسم يبتدي يعمل مناعه. تمام. فبرضو في خلال 14 يوم دول حضرتك معرضه للاصابه بالكوفيد. فلازم ان انا برضو يعني لازم الاجراءات الوقائيه دي لا غنى عنها، ما ينفعش. طب هو اللقاح ده للموجه الاولى والثانيه ولا لسه الثانيه ما نعرفش عنها حاجه؟ لا، هو الثانيه الموجه يعني حسب طبعا الريسيرشز اللي بتتقال والكلام اللي بيتقال دلوقتي، ان كل دي حاجات طبعا لسه تحت الدراسات، الموضوع لسه ريسنتلي يعني في 2019، والموجه الثانيه دي الفيروس حور نفسه بالظبط زي الفيروس الفلو اللي هو الانفلونزا بيحور من نفسه. ليه كل سنه الواحد بيجي له فيروس انفلونزا؟ المفروض ان هو لو خد الفيروس بيحصل مثلا اجسام مضاده في الجسم ما يجيلوش تاني. لا بالزبط. علشان هو عباره عن كودز بتحور نفسها. فللاسف اللي هو الموجه الثانيه دي الفيروس محور من نفسه، بس اللقاح الفاكسين بيعمل ايه؟ ممكن يقلل الاعراض. اوكي. يعني الفكره ان هو ممكن يقلل الاعراض اللي تيجي او تيجي مبسطه. وبرده في الكوفيد يعني اللي هو الموجه الاولى برده اللي هو بيقلل الاعراض او يمنعها حسب برده يعني الجسم وتقبله. طيب دكاتره كتير قوي بمختلف الاراء بيقولوا انه مثلا المسحه مش كفايه، السي تي هي الاحسن. في ناس تقول السي تي ما بتبينش الكورونا، المسحه هي الافضل. طب مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ مين فيهم اللي بيثبت حرفيا ان انت عندك كورونا او لا؟ هما الاثنين بيثبتوا ان في كورونا. تمام. بس مين فيهم الادق؟ الادق طبعا السي تي. اوكي. لان المسحه ممكن يكون الدكتور اللي اخذ لي المسحه ما خدهاش بطريقه سليمه مثلا. تمام. فتبان نيجاتيف وانا بوزيتيف. يعني المسحه فيها اقاويل كتير. بالزبط. لكن اللي بيجزم الموضوع السي تي. طيب احنا عارفين طبعا الاشعه المقطعيه على الصدر. تمام. هي ممكن احنا عارفين طبعا عشان الكورونا والجائحه اللي حصلت مره واحده في 2019 دكاتره كتير حتى لو مش تخصص انف واذن وحنجره خدوا التدريب الكافي علشان يعرفوا يقفوا في العنايه المركزه ويقفوا في المستشفيات عشان يساعدوا في زي ما بيقولوا محاربه الفيروس. تمام. فايه هو نوع التدريب اللي جميع التخصصات خدوه عشان يعرفوا يثبتوا او يعرفوا يقفوا مع بقيه الدكاتره؟ هو اصلا التدريب بتاع اللي احنا خدناه تدريب كله وقائي، ازاي احمي نفسي انا؟ بالظبط. على فكره يعني هو اللي احنا خدناه ازاي نحمي نفسنا؟ لكن بالنسبه للمريض هو مثلا بيخش من الاكسجين ساتوريشن بتاعه اللي هو نسبه الاكسجين في الدم قليله. تمام. فبنبتدي بقى بنديله اكسجين وبنحطه على انبوبه اكسجين وبنبتدي يعني نعمله استابلايزيشن للفايتال ساينز بتاعته اللي هي الحاجات الحيويه بتاعته. لحد طبعا ما في ناس بتعدي من الازمه دي، طبعا بندي بقى فيتامين سي وانتي بايوتكس وادويه الانتي مالاريا اللي هي الحاجات اللي كنا ماشيين عليها في 2019 والكلام ده كله. تمام. قبل ما الفاكسين يطلع. لسه دلوقتي الفاكسين برضو يعني حسب الريسيرشز اللي بتقول ان هو بيقلل الاعراض والكلام ده كله، لكن ستيل برضو بندي الادويه بتاعت اللي احنا كنا بناخدها قبل ما نعرف الفاكسين او قبل ما يطلع الفاكسين. تمام. فمن اللي احنا اتدربنا عليه اكتر ان الحاجات دي كلها احنا اوريدي عارفينها. يعني هو لما بيخش بضيق تنفس او جلطه في الرئه او فكل الدكاتره عارفه الحاجات دي تتعامل معاها ازاي. بالظبط. اللي احنا اتدربنا عليه ازاي نحمي نفسنا عشان العدوى، عشان نعرف سلام كفايه ان انت تعالج غيرنا. يعني ازاي نحاول نكلم المريض اللي جاي ده، ازاي تعزل نفسك، ازاي تحمي غيرك. هل بتلاقوا استجابه من المرضى بالتزام التعليمات ولا لا؟ لا خالص للاسف. بجد للاسف اني بقول لك كده. الموضوع المريض بياخده باستهانه جامده جدا لحد ما يبتدي يحصل مضاعفات. يعني ودايما بيبقى معتقد ان دي مجرد برد عادي وهيروح. لا طب هي اعراضها زي البرد بالظبط، ليه انت بتقول ان هو برد عادي؟ ما ممكن يكون كوفيد وانت هتنقله لحد مناعته قليله. هو يعني هيحصل مضاعفات. بالظبط. ف
فطب هي الفكره ان هم ماشيين تقريبا بالبركه، او اللي ربنا كاتبه هيكون، ما فيش حاجه، ونعم بالله، مفيش بس ربنا قال اعقلها وتوكل بالزبط. يعني ده اللي عايزين نفهمه للناس، انه محتاجين تلتزموا بالاجراءات الوقائيه بالزبط. لصحتكم ولصحه غيركم، لصحه حبايبكم وقرايبكم في البيت يا جماعه، مش اكتر. بالظبط. وكمان دلوقتي الموجه الثانيه بتصيب الشباب والاطفال. يعني احنا في الاول الموجه الاولانيه كانت بتصيب اكتر الكبار السن، دلوقتي بقت الشباب والاطفال. فيعني لا، اللي بيحصل يعني صعب. انا يعني كذا برضو مريض يجيلي متشخص كوفيد، يعني هو اصلا جاي يقولي انا كوفيد. تمام. طب انت كوفيد ما عزلتش نفسك في البيت ليه؟ لا يعني الدنيا ليه مكملة. ما عزلتش نفسك في البيت؟ فهم مش واعيين للموضوع لحد ما بيحصل مشكلة لأهليهم. بالظبط. ساعتها بقى بيحسوا بالكارثة دي، بيحسوا ايه ده الموضوع طلع جد. بس هو الموضوع طبعا لا، يعني لازم يتاخد بصورة جدية عن اللي احنا فيها دي. طب في الشهور اللي جاية الموضوع هيزيد ولا هيقل؟ انا عارف ان هو بيزيد في البرد، مش عارفه ايه هو العلاقه. فعلا بيزيد طبعا في البرد وكل حاجه، بس برضو بالناس عاملينه وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللي احنا شايفينها دي، الموضوع هيزيد اكتر واكتر واكتر. ده بيعدي ده وده بيعدي ده، وهو سريع الانتشار جدا. وعلى فكره الموجه الثانيه سريعه الانتشار عن الموجه الاولى كمان، للاسف. وبتصيب الشباب. يعني لو كنا واخدين نسبه معينه من الناس اللي هي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، دلوقتي لا، احنا بنتكلم على شباب واطفال. نسبة الوفيات بتزيد فعلا. بالظبط. فلازم ناخد اجراءات وقائيه وناخد الموضوع بطريقه سيريوس عن كده، يعني الموضوع. طب تمام، هنسيب الكورونا حاليا على جنب دلوقتي ونخش في التخصص شويه. عمليات تصحيح النظر، امتى المريض يبقى رايح للدكتور ويقول له ان انت فعلا محتاج عمليه تصحيح نظر وبسهوله ينفع تعملها؟ ايه هي الشروط؟ الدكتور يقول للمريض. ايوه الدكتور اللي هيقول للمريض. بالظبط. هو بتبقى عمليه، يعني عندنا عمليه تصحيح الابصار دي اللي هو الليزك، بتبقى مبنيه على اهم حاجه ان سمك القرنيه. بنعمل اشعه اسمها البينتا كام، بنشوف سمك قرنيه المريض ده يسمح ان احنا نعمل ليزك ولا لا، وكمان درجه ضعف الابصار، يعني المريض ده نظره ضعيف قد ايه، ماينس 6 ماينس 7 ماينس 8. لان بعد كده لما بنطلع بعد الرينج ده بنلجا لزرع عدسه مش ليزك. ما بينفعش ليزك، نرجع لزرع عدسات. واهم حاجه طبعا هو اللي بيقيس اللي هي سمك القرنيه بتاعته قد ايه، هل يسمح بان انا اعمل ليزك ولا لا. طب هل عمليات تصحيح الابصار دي مفيده للمرضى اللي بعد الـ40 ولا مش هتفرق معاهم في حاجه؟ لا، هي مفيده للمرضى اللي بعد الـ40 طبعا، ان هو مش هيحتاج النضاره سواء في السواقه، في الفرجه على التلفزيون، في الكلام ده كله، لكن هيحتاج نضاره قرايه. اوكي. يعني نضاره القراءه دي بعد سن الـ40 كلنا بنحتاجها. تمام. فالليزك بس هو هيخليه في غنى عن النضاره العاديه بتاعه المشي. يعني هتعالج البعد مش القصر. تمام. طب هي الحوامل ينفع يعملوا ليزك عادي ولا في مشكلة بالنسبة لهم؟ يفضل ان الحامل تستنى بعد شهرين من الولادة علشان تعمل ليزك، علشان المناعة وكده. المناعة وان هي حامل، اصلا في الحمل بيبقى الجسم في حالة ستريس. اوكي. فيعني يفضل ان تستنى بعد شهرين من الولادة وبعد كده تعمل ليزك. طيب تصحيح النظر ممكن يفيد في حالة وجود ضعف في العصب نفسه او كسل ولا لا؟ لا ما يفيدش. انا تصحيح البصر، تصحيح الابصار ده انا بعمل ايه؟ انا بدي حضرتك الفيجن او الرؤيه اللي بتشوفيها بالنضاره. هيك شايفه بالنضاره مثلا 6-6، يبقى هيك هتشوفي بعد الليزك 6-6. تمام. لو شايفه بالنضاره 6-12، يبقى هتشوفي بعد الليزك 6-12. تمام. ما بيصلحش الكسل ده لا، لكن هو بيديكي الفيجن اللي بالنضاره. اوكي. يعني الرؤيه اللي هيك شايفاها بالنضاره بس. طيب ايه اللي ممكن نعمله او ايه الحاجات المفروض نتبعها قبل ما اروح اعمل العمليه؟ انا خلاص العمليه بتاعتي بكره النهارده وامبارح، هعمل ايه؟ اولا هبتعد عن التدخين. اوكي. لو انا بلبس عدسات لاصقه اقلعها خالص لمده اسبوع قبليها. لو في جفاف، الدكتور بيبقى كاتب، الطبيب المختص بيبقى كاتب له على قطره جفاف قبل العمليه، لان الليزك بيسبب شويه جفاف، فببقى كاتب له قبليها على قطرات للجفاف. بس. طيب ايه اللي المفروض اعمله بعد العمليه؟ التزم بيه عشان اضمن العمليه بتاعتي تنجح وما بقاش فيها مشكله. اولا التزم بالميديكيشن او العلاج اللي الطبيب كاتبه لي. اوكي. تماما.
وطبعا قطره الدراينس اللي هي بتاعه الجفاف التزم بيها لمده شهر شهرين حسب احتياج المريض ليها. لو عامل بي ار كي يلبس نظاره الشمس بتاعته، ابتعد شويه عن نظاره عن التلوث وعن الاتربه وعن الشمس. بس تمام اوكي. طيب طبعا ما يجيبش ميه جنب عينه، ما يغسلش، مفيش حكه خالص. موضوع لمده 4 ايام مفيش حكه في العين. تمام. ما يجيبش ميه داخل العين. اوكي بس. طيب هل عدم الالتزام بالقطرات بتاعه الترطيب او الجفاف في السنه الاولى بعد العمليه بتاثر على نتيجتها ولا لا؟ بتاثر مع ناس، في ناس بتاثر معاهم، لان الدراينس او الجفاف اللي في العين ده اولا هيحسسه بعدم ارتياح، هيحسسه ان الرؤيه بالليل فيه زغلله. فهيحس ان انا مش مرتاح، انا عملت العمليه شايف كويس بس في شكشكه في عيني، في حاجه مضايقاني في عيني. وساعات في ناس بيبقى عندها زغلله، في زغلله في عين. تمام. فلا لازم يلتزم بقطره الجفاف، لان الليزك اوريدي بيعمل جفاف اصلا. احنا لازم نلتزم بقطره الجفاف. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعايا ضيفتي دكتور سلمى محمد قادري، اخصائيه طب وجراحه العيون والليزر طب القصر العين. ازيك تاني يا دكتور؟ طيب ممكن نتكلم ايه هو الفرق اصلا بين الليزر السطحي والفيمتو ليزك؟ تمام. احنا عندنا الليزك السطحي او اللي هو بنسميه الليزر اللي هو البي ار كي. اوكي. البي ار كي ده بنعمله في حالات معينه، زي مثلا واحد لعيب كوره. اوكي. تمام. يعني واحد بيمثل فعنده حركات عنيفة والكلام ده كله، فمحتاج ان يكون القرنية التهامها اسرع. تمام. فبنرجح له البي ار كي. وطبعا رقم واحد بنعمل البي ار كي لما يكون سمك القرنية رفيع. تمام. ما يسمحش ان يتعمل فيه الليزك، الليزك عايز سمك معين. لو سمك القرنية طلع رفيع بيبقى الاوبشن التاني بتاعي بي ار كي. اوكي. البي ار كي برضو بنستخدمه للطلبه اللي داخلين يقدموا مثلا في كليه حربيه او كليه شرطه. هم المفروض اصلا يبقى طبعا نظرهم 6-6 شارب وبدون تدخل جراحي، بدون ليزك، بدون الكلام ده كله. فبنلجأ للبي ار كي لانه ما بيبانش. تمام. لانه ما فيش تدخل جراحي، لكن الليزك بيبان لما بيجوا يعملوا كشف بيبان، لكن البي ار كي ما بيبانش. تمام. هو البي ار كي الفرق ان هو كمان بعد العمليه مؤلم شويه. فاحنا ما بنرجحوش الا لو كان سمك القرنيه زي والحقيقة الحالات انا قلتها لحضرتك، ولما يكون سمك القرنيه ارفع يعني رفيع ما يسمحش بالليزك. طيب ايه هي درجه قصر النظر اللي ممكن ما اقدرش اعمل عندها العمليه؟ يعني انا مثلا نظري 4-6، ينفع اعمل عمليه ولا لا؟ 6-6، 2-6 مثلا، فاهمه؟ لا هقول حقيقة، انا هقول حقيقة. قصدك ايه؟ قصدك اللي هو ماينس كام بالزبط. او بلس كام اللي اقدر اعمل فيه العمليه وما اقدرش بالظبط؟ بصي حضرتك، احنا عندنا قدامنا لحد رينج من ماينس 7 ماينس 8. ماشي. ده بنلجا بعد كده الناس اللي ماينس 7 وماينس 8 بنلجا بعد كده طبعا حسب سمك القرنيه، اهم حاجه البنتا كام. بنلجا بعد كده لزرع عدسه. اوكي. ما بنفضلش الليزك لانه مش هيديك النتيجه اللي انت عايزها، مش هيدي المريض النتيجه اللي هو عايزها. تمام. وحتى لما بيتصلح بيوصل ماينس 2 يعني حسب بقى كل مريض وحالته. تمام. طيب احنا قلنا مثلا لو العدسه او القرنيه سمكها عند سمك معين مثلا بنضطر ان احنا نزرع قرنيه او نزرع عدسه، صح؟ نزرع عدسه. طيب لو توفرت الشروط في ان احنا نزرع عدسه بس جيت للمريض ولقيت انه حالته ما تسمحش ان انا ازرع له عدسه، بيتم ايه ساعتها؟ يعني ايه اللي يخليني اقول للمريض ده حتى لو عايز محتاج بس يزرع عدسه ما ينفعش اعمل غير كده، بس برده ما يقدرش يزرع عدسه عشان عنده كذا كذا كذا؟ لا، هو المريض ما يقدرش يزرع عدسه. اولا لو احنا ما بنحبش نعمل يعني نعمل اي او ال في المريض اللي هو صغير في السن. تمام. لانه بيفقد القدره على ان هو القرايه عادي زي ما حضرتك بتقري كده عادي. لا. أوكي. بيبقى محتاج نظاره قرايه. هو طبعا لسه سنه 20 سنه 25 سنه، يبقى بيلبس نظاره من السن ده. تمام. فهي دي مشكله ان انا ازرع عدسه لحد سن صغير، يعني البيشنت سن صغير. بس في نفس الوقت لو حد بيعاني اصلا من ماينس 10 او ماينس 12
معلش ما هي حاجه قصاد حاجه، هيزرع عدسه بس هيضطر ان هو يلبس نظاره قرايه في القرايه والحاجات التانية. اوكي طيب، ممكن العدسات اللاصقه تمنع ان احنا نعمل عمليه تصحيح نظر؟ هل لا بتاثر؟ لا لا خالص، بس هو لازم حضرتك تبقي قلع العدسات اللاصقه قبليها باسبوع وكده، لان هي طبعا لما باجي بنعمل على اجهزه بصمه القرنيه والكلام ده كله، اجهزه دقيقه جدا، تمام. فبتحتاج ان يبقى البيشنت قالع العدسات بقاله رينج من 6 ايام ل7 ايام تمام. بس، لكن هي ما بتمنعش، بالعكس انا شايفه ان الليزك احسن من العدسات، لان العدسات اولا بتعرض المريض لالتهاب فيروسي او بكتيري، العدسات اولا حاجه مستديمه على طول، لازم يبقى اهتم جدا بالنظافه، غسل الايدين قبل ما يلبسها ولما يجي يقلعها، ما ينفعش ينام بيها، ما ينفعش ان هو يعني ما ينفعش ان يطبخ بيها ويعمل بيها، لان برضه ما ينفعش بتطيح تتعرض البلاستيك. للحراره. وكمان انتشر كتير قوي عدسات دلوقتي مش طبيه. انا كنت لسه هسالك، ناس كتيره قوي مثلا عندها فرح، عندي خطوبه مش عارفه ايه، اشتري اي عدسه باي سعر، بتفرق في ايه؟ لان اكيد الكواليتي بتفرق مع العين. طبعا طبعا بالظبط. انا جالي مشاكل كتير قوي بسبب الموضوع ده في العياده، يعني موضوع العدسه لازم تكون عدسه طبيه عشان تستحمل الحراره، عشان تستحمل الدموع، تمام، عشان تستحمل المده اللي هتقعد فيها في العين، لان كده كده العدسه لما بتتحط على القرنيه، القرنيه دي زي اي عضو في الجسم بيتنفس، تمام، فهي بتحجب الاكسجين عن العين، بتوصل الاكسجين نسبه 20% بس للقرنيه، تمام، فلازم تقلعيها عشان القرنيه تبتدي تتنفس تاني، ده اوكي. طبيعي. فالفكره ان العدسات يعني انا شايفه لو انا هيخيروني ما بين ليزك وعدسات والمريض يقدر ان هو يعمل ليزك وحالته الطبيه تسمح، لا طبعا يعمل ليزك، ما يتعرضش ان هو يلبس عدسات كتير. بالنسبه بقى للعدسات اللي هيك تقول عليها اللي في السوق والكلام ده كله، انا جات لي مريضه العدسه يعني سايحه في عينيها، فعلا للاسف هي مش عدسات طبيه ومعموله في اي كلام، ساعتها بيبقى العلاج لدي ايه؟ لا دي لوست اي، هي جايه لي اصلا لوست اي كمان، يعني خلاص كده يعني ما ينفعش ترجع ولا تتعالج. لا بنعمل زرع قرنيه بقى. طب هل زراعه القرنيه دارج قوي في مصر؟ يعني طبعا بيحصل حالات كتير ان احنا نزرع فيها قرنيه؟ طبعا طبعا، لا زراعه القرنيه دي بقى حاجات كتيره قوي وحالات كتيره جدا جدا جدا، ساعات بنلجأ ليها في حاجات كتيره قوي. طب الحالات الشائعه ايه لزراعه القرنيه؟ الحالات الشائعه لزراعه القرنيه ان مثلا حد عنده قرنيه مخروطيه واستخدمنا فيها حلقات واستخدمنا فيها كل حاجه ومش نافع معاها حاجه، بنعمله زرع قرنيه. ان حد يكون تروما خبطه او اي حاجه، نبتدي نلجا لزراعه قرنيه. لا زراعه القرنيه دي بقى تحتيها بنود كتيره جدا. هل بيبقى ليها شروط معينه؟ طبعا. زي اولا المريض لازم الاول بنعمله تحليل اميونيتي مناعه والحاجات دي كلها، وبنشوف هيستجيب ولا ما يستجيبش، وايه الحاجات اللي يعني اللي هيلتزم بيها المريض بعد العلاج. وعلى فكره زراعه القرنيه دي مكلفه جدا عمليا، مش رخيصه، لا دي مكلفه جدا، تمام، فهي very costly يعني. و لا طبعا، هل احنا اكيد طبعا زراعه القرنيه زي زراعه اي عضو في الجسم ممكن يحصل له ريجكشن؟ طبعا، وبيحصل ريجكشن كتير. بالظبط. طب لو حصل ريجكشن حاجه زي كده بيحصل ايه؟ ايه اللي المفروض يتعمل ساعتها؟ بتتشال تاني ولا بيعملوا ايه؟ بنحاول تاني نزرع عمليه تاني بقرنيه جديده؟ بقرنيه جديده طبعا، ما ينفعش القديمه خلاص حصل لها ريجكشن، ندي بقى كورتيزون وحاجات كتير تقلل المناعه علشان خاطر نقدر الجسم يتقبل القرنيه الجديده زي زراعه اي عضو. بالظبط. طيب ايه هي اضرار او مخاطر عمليات التصحيح؟ هو المخاطر بتاعته مش كتيره قوي، اللي زي يعني هنتكلم من اول الجفاف، لان يحصل مثلا ريدو ان هو يحصل المريض يجي كمان سنه يشتكي ان هو نظره مش شايف، بس دي بتحصل من 1 ل2% بس في الحالات، تمام، مش كتير. بس هو مينلي دراينس، مينلي طبعا بعد العمليه، ده لو بقى يعني حد ما خدش باله من التعليمات اللي الدكتور قالها وعمل مثلا حكه في العين جامد او كده او كده، طير الفلاب بتاعت الليزك او كده، فده بيحتاج زراعه قرنيه. بتوصل لكده، الموضوع بيقلب بصراحة. بتوصل لكده طبعا. طيب ممكن نتكلم مثلا عن الفتره النقاهيه المفروض من خلالها احكم ان العمليه دي نجحت ولا فشلت؟ من اسبوع لشهر. تمام. في الليزك من اسبوع لشهر. هل بتختلف من دكتور لدكتور؟ على حسب، انا على حسب من مريض لمريض، مش من طبيب لطبيب، من مريض لمريض، من حاله لمريض لمريض. طيب معانا استاذ احمد مكالمه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام.
بعد اذنك بس اسال الدكتوره سؤال. ماشي اتفضل. طيب بعد اذنك، هل العدسه التجميليه ليها نفس الاثار الجانبيه للعدسه للعين يعني، او للعدسه العاديه؟ يعني قصدك اللينسز اللي هي بتلبس عشان يعني الوان وكده؟ لا يعني حضرتك، انا عندي عين سليمه قوي، والعين الثانيه كده من كتر العمليات يعني بدا فيها اللون يتغير، فهم قالوا لي كان محتاج عدسه تجميليه. فانا سامع الدكتوره بتقول ان العدسه او العدسه ليها اثار جانبيه، هل العدسه التجميليه ليها نفس الاثار؟ اه طبعا. طيب تمام، شكرا يا استاذ احمد، هنرد عليك. اوكي، هو قصده انه عينه تقريبا عمل فيها كذا عمليه فلونها بدا يختفي شويه، فنصح راح للدكتور ونصحه بعدسه تجميليه، فهل ليها نفس الاثار الجانبيه بتاعت العدسه حضرتك لسه بتقول؟ اه طبعا، هي في المطلق هي نفس، هي عدسات لاصقه سواء ملونه او غير ملونه او تجميليه او يعني طب يعني نظر. بالظبط، هي نفس السايد افكتس بتاعت العدسات. ليها نفس الاضرار الجانبيه. تمام، بس هو في حاله استاذ احمد هو لازم ياخد باله ان هو يغسل ايده قبل ما يحطها، ان هو طبعا لابسها عشان يعني بالنسبه ليه حاله مرضيه، ما هوش كنوع من انواع التجميل. فلازم يهتم جدا بغسل ايديه، ويهتم ان هو يداوم على انه يحط قطرات للجفاف. تمام. طيب معانا تليفون تاني ولا؟ تمام اوكي. طب احنا ممكن نتكلم عن هل دلوقتي بقى فيه بديل للليزك في عمليات العيون، ولا الليزك بقى هو حديث العصر فهو بس اللي بيستخدم في كل العيادات وكل المستشفيات؟ لا طبعا، الليزك دلوقتي هو احدث حاجه، والفيمتو سمايل ليزك هي احدث تقنيه. الليزك هو اللي بيستخدم دلوقتي في اي حد بيشتكي من ضعف يعني ضعف نظر سواء طول او قصر، ومحتاج ان يوصل، مش عايز يعني مثلا بالنسبه لل ممكن حد يبقى عايزه تجميلي، مش عايز يلبس نظاره، مش عايز يلبس نظاره، بيلعب مثلا سباحه العاب عنيفه، مش هينفع ان هو يلبس نظاره. تمام، فبنلجا للليزك. طب هل حساسيه العين سواء بقى من رمض الربيعي او اي حساسيه إن كان بتفرق في الليزر؟ يعني ممكن لو حد عنده حساسيه شديده او حرجه بتفرق طبعا، وبنأجل العمليه لحد ما يبتدي انه يخف. وبعد اصل الليزك دي هي اي نعم طبعا عمليه مش عمليه ما فيهاش يعني مش دمويه كتير زي بقيه العمليات، بس برضو عمليه. تمام. يعني ما ينفعش يبقى مريض جاي لي عنده انفكشن التهاب بكتيري او التهاب فيروسي او كده وادخله العمليات، لازم الاول اعالجه ويبقى ستيبل وعينه كويسه، واخش ايه اللي هيحصل مضاعفات تانية. تمام. في العين. اوكي. طب معانا مكالمه هاتفيه. استاذ عبده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ممكن اسال الدكتوره بس سؤال حضرتك؟ اتفضل. بقول لحضرتك بس تصحيح الابصار ده ممكن ينفع في اي سن، ولا هو ليه سن معين في الاخر يعني؟ تمام ماشي يا استاذ عبد. اوكي. لا، هو تصحيح الابصار ممكن ينفع في اي سن، بس لو اتعمل في سن بعد الأربعين هنحتاج ان احنا نلبس نظاره قرايه، زي ما قلت لحضرتك بعد سن الأربعين لازم نلبس نظاره قرايه. طبعا. لكن هو في اي سن طبعا ينفع، طبعا بعد سن 21 سنه، يعني انا مش بتكلم على فكره على الاطفال، انا بتكلم بعد سن 21 سنه. لان يعني اكتمال القرنيه بتكتمل بعد سن 21 سنه، قبل كده ما ينفعش نعمل ليزك خالص. تمام. وحتى كان بيجي لي بيشنت مثلا مامه مريضه تقول لي انا عايزه اعمل لبنتي ويبقى عندها 14 سنه و15، لا ما ينفعش. بالظبط. لان القرنيه يكون لسه بتنمو. فانا لو هي عملت ليزك دلوقتي هتيجي بعد 4 5 سنين تشتكي ان هي مش شايفه 6 على 6، او النظر اتغير. لا، هو ما اتغيرش عشان العمليه فشلت، هو اتغير عشان القرنيه كانت لسه بتنمو وكملت على كده. بالظبط، فالنظر اختلف. تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، برنامج انا وضحى، معاكم ضحى نجاح ومعاكم ضيفتي دكتور سلمى محمد قدري، اخصائيه طب العيون وجراحه العيون والليزر طب القصر العيني. دكتور سلمى، ايه هي الميه البيضاء؟
المية البيضاء دي عبارة عن، دي عملية فسيولوجية على فكرة، ربنا خلقها عندنا كلنا. تمام. بتبقى أكسدة العدسة بتاعة العين. دلوقتي بعيدنا عن القرنية، بنتكلم اوكي. عن عدسة العين، فبيحصل أكسدة لعدسة العين. تمام. حتة المية البيضاء دي بقى كلنا هيحصل لنا الأكسدة، يعني دي عملية فسيولوجية بتحصل عند كل الناس. تمام. بتزيد امتى وتقل امتى؟ بتزيد في الأمراض المزمنة زي الضغط وزي السكر. اوكي. ومش هي طبعا ما بتقلش، هي وانس ان هي حصلت مفيش حاجه اسمها ان هي تروح، عشان في ناس مثلا بتيجي تقولي طب ما ينفعش قطره تضيعها، تضيعها. لا مفيش الكلام ده. اوكي. وانس ان بدانا يحصل ميه بيضاء عندنا في العدسه، مفيش حاجه اسمها ان احنا نعالجها بقطره او علاج تحفظي او الكلام ده كله، بيبقى العلاج علاج جراحي. طب امتى بنبقى نقول نبتدي نعمل جراحه؟ تمام. لما يكون المريض ابتدت رؤيته، الرؤيه تضايقه، يعني انا حاسس ان في ضباب، في ضباب ابيض، انا حاسس كنت ان في لسه سحابه هسألك بيضاء. هي بتعمل ايه للعين بالظبط؟ انا كمريض بحس بايه وانا شايف؟ يعني زي ما يكون في حاجه بتبصي من ورا ازاز، والازاز ده في مشبر. مشبر بالظبط. في ناس بتبقى كده بالنسبه لها في البدايات، بتبقى عباره عن حاجه زي كده. في ناس بيحسوا ان في خيال رايح جاي معاهم. تمام. حسب، ما هو حسب بقى الميه البيضاء دي نوعها ايه. ما هي الميه البيضاء دي برضو انواع كتير قوي. يعني هي مثلا متركزه فين؟ متركزه في اني، في نص العدسه، في الجنب العدسه، يعني حسب كل موقع. حاجه ليها، بالظبط، حسب كل حاجه وليها حاجتها. بس هي سواء كده ولا كده، هي علاجها بيبقى جراحي، تمام، مش في مش قطرات ولا علاج تحفظي ولا الكلام ده خالص. تمام. عايز تعرفي ايه تاني عن الميه البيضاء؟ المياه الزرقاء، انا بسمع كتير مصطلح المياه الزرقاء، لا المياه دي ايه الزرقاء دي بالظبط؟ دي حاجه حاجه تانية تانية. خالص. ده ارتفاع في ضغط العين. تمام. على فكره الميه البيضاء ممكن تؤدي للميه الزرقاء لو اهملت، بس ده معناه ان هو المريض سابها، يعني هو ما كانش شايف بيها ومش ما وصلتش بس مرحله الضباب ابيض، لا ده سابها كتير جدا لحد ما وصلت ان هي عملت جلوكوما او عملت ميه زرقاء. تمام. الميه الزرقاء ده بيبقى حاجه تانية خالص، مرض تاني خالص غير الميه البيضاء، علشان برضو في ناس بتيجي تقولي انا عندي ميه زرقاء على عيني. هي اصلا بتبقى مثلا راحت لطبيب تاني قال لها هي ميه بيضه، بس هي سمعتها مثلا او ترجمتها لميه زرقاء. لا دي حاجه ودي حاجه. الميه الزرقاء دي ارتفاع في ضغط العين. تمام. ارتفاع ضغط العين ده الاول بنعالجه طبعا تحفظي، ده ممكن يتعالج اللي هو علاج تحفظي، يعني قطرات والكلام ده كله كونزرتيف. اوكي. فبيبقى علاج تحفظي اللي هو قطرات، وبعد القطرات ممكن لو ما جابتش نتيجه نبتدي نخش في تدخل جراحي. تمام. طب نسبة المياه البيضاء دي بتيجي لمين بالظبط؟ يا شباب صغيرين ولا مش هتفرق على حسب لا الأمراض اللي بتجيله مثلا أو بتسببها له؟ لا المياه البيضاء لو جت في حالة شباب أو أطفال أو كده، بتبقى يا إما سوري يعني كونجنتال، تمام، اللي هو طفل اتولد بيها، تمام، في مشكلة يعني فيه، يا إما حصل نتيجة خبطة. يعني حصلت خبطة جامدة دي ممكن تؤدي إلى مياه بيضاء. دي ساعتها برضو حتى لو طفلة يبقى جراحة مش قطرات. بالظبط. لا جراحة. تمام. المية البيضاء عليها جراحة. طب نظارات حفظ النظر، نظارة في حاجة اسمها كده أصلا ولا دي خيال علمي؟ لا لا لا، هو دي حاجة غلطة شائعة جدا إن في الناس بتقول يعني اعملي نظارة حفظ نظر، أقول له حضرتك مثلا مش محتاج نظارة، أو حضرتك مش محتاجة نظارة، طب يا دكتورة اعملي نظارة حفظ نظر. لا الكلام ده مش موجود، مفيش حاجة اسمها حفظ طب خلينا نظر. عند الفكرة دي ناخد المكالمة. ألو ألو الو اتفضل. الو ايوه اتفضل سامعينك. الو ممكن اسال الدكتور حضرتك؟ اتفضل. بقول لحضرتك بنتي عامله عمليه تصحيح ابصار. تمام. وهي لما بتوطي وتيجي ترفع راسها كده لمده ثواني ما بتبقى تيجي ضلمه ما بتشوفش. هي عامله عمليه تصحيح نظر، ولما بتيجي توطي تجيب حاجه من الارض تيجي تقوم الدنيا بتضلم معاها. اوكي. ماشي شكرا. إيه العرض اللي هو بيقوله ده؟ ده مش رمض، مش عيون. ان هي توطي تجيب حاجه وبعدين ترجع تاني تحس ده ان هي انيميا. ظلمت، ده ممكن يبقى عندها الضغط مثلا واطي. تمام. عندها انيميا. على فكره في ناس كتير قوي بتجيلي اطفال في العياده بيشتكوا ان هم العين مزغلله، في زغلله في العين. تمام. هم مش شايفين، انا يعني يقولي انا مش شايف السبوره، انا مش شايف البورد. بقعد اول يعني بقعد في اول ديسك ومش شايف البورد. تمام. لما اجي اعمل له كشف نظر الاقيه شايف 6/6. الموضوع مش موضوع نظر، احنا دخلنا في حاجه تانية اللي هي انت عندك انيميا. فبطلب بقى صوره دم بقى وتحليل براز وحاجات تانية خالص بالنسبه للاطفال.
هو بيك انا اول ما عرفتش الهيستوري كويس، انا ما اعرفش بنته عندها قد ايه، العمليه عاملاها عندها كام سنه، العمليه عاملاها من قد ايه وكده. بس اللي هو بيحكيه ده يا اما يعني حاجه باطنيه، يا اما يعني في ضغط، يا اما في انيميا. لكن ما حته ان الدنيا ترجع توطي وترجع الدنيا تضلم، لا دي مش رمض. طيب نرجع تاني للنظارات، حفظ النظر اللي ما بتحفظوش. طب يعني بتبقى عباره عن ايه؟ ما هو احنا سمعنا زمان كتير قوي ناس بتروح لدكاتره بيقولوا لهم نظارات حفظ النظر والبسها ومش عارف ايه وهتحافظ على نظرك، الكلام ده كان واحد؟ لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها حفظ نظر. هو يا اما في ضعف نظري، يا اما اللي هو قصر نظر، طول نظر او استجماتيزم يعني، يا اما يعني هو ما فيش حاجه اسمها حفظ نظر. لو في ضعف نلبس نظاره وبنعوض الضعف ده، اللي هو نوصل الاشعه الضوء توصل سليمه، توصل لحد الشبكيه عشان توصل الصوره صح. تمام. يا اما ما فيش، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا البس نظاره حفظ نظر فتحفظ نظري فهو ما يضعفش. ممكن يبقى في حاجه اسمها اللي هي انتي ريفلكشن، اللي هي نظارات ازاز انتي ريفلكشن عشان عليها. الكمبيوتر عشان اللي هي دي فعلا بتمنع الاشعه اللي هي تضر النظر ولا برضه مش فارق؟ هي بتقلل شويه الاشعه لكن ما بتحفظش النظر. يعني من لو هنتكلم عن نظر، ما فيش حاجه اسمها حفظ نظر دي. اوكي تمام. معانا مكالمه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اتفضل. حضرتك عايز اسال الدكتوره بس على حاجه لو سمحت يعني. اتفضل اسالها. انا عندي دكتوره زيت سيليكون بقاله دخله في سنتين دلوقتي، هو المفروض كان ينشال من بعد العمليه بست شهور، كان عندي انفصال شبكيه. تمام. فحضرتك انا دلوقتي ممكن العدسه اللي انا مركبها دي كانت متركبه العدسه اللي بيقولوا عليها الهند دي. تمام. طيب هل ممكن وانا بنشيل الزيت السيليكون ده يا فندم ممكن العدسه تتغير تاني ولا مش ممكن؟ تمام شكرا. تمام. هو ايه عن ايه نوع السيليكون ده؟ بيتحط ده سائل بيتحط مكان الجسم الزجاجي. اوكي. الجسم الزجاجي ده بيبقى عامل سبورت للشبكيه. تمام. يعني انا عندي الشبكيه كده، الجسم الزجاجي بيبقى عامل سبورت للشبكيه، ساند الشبكيه. لما بنيجي نعمل عمليه، هو طبعا كان عنده انفصال شبكي، انا ما اتذكر انفصال شبكي او كده حسب بقى الطبيب المختص اللي هو معاه، فبنشيل الجسم الزجاجي وبنصلح التير الموجود. تمام. اللي هو القطع او الحاجه اللي في الشبكيه، وبعدين بنحط مكان السائل الزجاجي ده السيليكون. تمام. تمام. وبعد كده ساعات بنشيله وساعات بنسيبه حسب حاله المريض. انا برضو لازم الهيستوري يتاخد كامل من المريض. هو بيسأل المفروض هيشيل لا ما بيغيرش العدسه ولا اي حاجه خالص، احنا بنغير العدسه واحنا بنعمل عمليه الشبكيه. تمام. يعني ده يعني مش هتأثر على العدسه بتاعته في حاجه؟ لا 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 خالص، سواء هندي امريكي الكلام ده كله لا خالص. تمام. طيب ايه هي الاكياس الدهنيه اللي بتطلع على العين؟ اسبابها ايه؟ يعني ايه اللي يخلي كيس دهني يطلع على العين اصلا او يتكون ازاي؟ طيب هو الكيس الدهني بيطلع لاسباب كتير قوي. طيب. ممكن يبقى سبب تلوث اللي هو انفكشن من الايد، حاجه مش نظيفه يعني عدم نظافه. السبب التاني مرضى السكر. مرضى السكر عشان مناعتهم بتبقى قليله بيظهر لهم اكياس دهنيه متكرره. ممكن بيظهر في حاله الاطفال في قصر النظر، ان طفل يكون عنده قصر النظر واهله مش عارفين وهو ما بيعبرش او مش عارف يقول، ساعات بيجي في حاله كاليزيون اللي هو كيس دهني. وده بعد كده لما بنعمل له بعد ما بنعالجه بنعمل له قياس نظر بيطلع نظره ضعيف. فهي حالات كتيره قوي الموضوع الكاليزيون ده. طب بيتعالج ازاي؟ بنعالجه الاول تحفظي اللي هو بقطره انتبيوتيك وكمادات. اهم حاجه على فكره في دايما كنت بقول للمريض كده، اهم حاجه من العلاج اللي انا كاتباه كمادات الميه الدافيه. يعني كمادات الميه الدافيه دي بتعمل تاثير كويس جدا جدا في الحاله دي. تمام. فبنعالجه بقطرات مضاد حيوي، بنعالجه بكمادات ميه دافيه ومرهم لمده اسبوع ولا حاجه، بيجي خلاص الانفكشن راح مفيش اي حاجه خالص. ساعات في بعض الحالات بيسيب تليف. يعني ايه بيسيب مكانه؟ مكان بيسيب انسجه متليفه مكانه. تمام. فبنحتاج ان احنا نفتح، بس ده بعد ما يكون الالتهاب خف. ما ينفعش افتح على التهاب ابدا. يعني مفيش جراحه بتشيل الكيس الدهني اوريدي كاشت وكده ولا؟ لا ما هي جراحه. تمام. بقلب الجفن وبفتح وبنضف. ده عشان في حاله التليف بس ولا من غير التليف؟ لا ما هو ده في حاله التليف. اوكي. بصي مفيش دكتور بيعمل كيس دهني وهو لسه الانفكشن موجود. تمام. لازم يتعالج الاول. تمام. الالتهاب يروح. فهميش. وبعد كده بيسيب مكانه اثره تليف اشيل بقى. ده لو ساب تليف. ساعات في ناس ما بيسيبش اي حاجه خالص وبيروح ومفيش اي حاجه. حسب الحاله. طب في بس الناس اللي بيسيب عندها تليف دي بتبقى ما مشيتش على العلاج صح. ما مشيتش على القطرات بانتظام.
يعني في ناس مثلا انا يجي لي مريض يقول لي انا حطيت القطره وما جابتش نتيجه يا دكتور. طب حضرتك حطيتها كام مره؟ يعني انا كاتباها مثلا 4 مرات او 5 مرات. انا حطيتها مره كل يومين. اكيد ده انتبيوتيك زي اي انتبيوتيك في الدنيا. اكيد مش هتجيب مفعول. طيب في ناس بترجع لها الاكياس الدهنيه تاني وفي نفس الاماكن وكان ساعات في اماكن مختلفه، ده بيبقى سبب ايه؟ ما دي من تحليل سكر بقى. ما هي نظافه شخصيه. إيه الايد تكون يعني الايد ممكن تكون ما تكونش نظيفه. تمام. إيه زي ما بقول حضرتك ضعف النظر، إيه امراض السكر. هي دي الحاجات اللي ممكن ترجع تاني الكيس الدهني متكرر. طيب دكتور في حالات كده بتبقى العين فيها مش عارفه بيبقى اسمها جفاف ولا لا، يعني مثلا انا عندي ساعات اي هواء ساقع بيخبط في عيني بتلاقيني ببربش. اي شويه تراب تلاقيني مش قادره ومغمضه وبدعك كتير وبتاع. الحاجات دي بتبقى سبب ايه؟ دي بتبقى حاله حساسيه مع جفاف. وطبعا احنا ما بنقدرش ان احنا نحكم كده بال اكيد لازم بالاجهزه، لازم بالكشف يعني طبعا والاجهزه وكل الحاله العامه، بس في المطلق يعني ده يعني موستلي جفاف وحساسيه. وطبعا علاج الحساسيه هنا على فكره بياخد وقت، يعني الموضوع مش هناخد القطره اسبوع هنمشي، لا احنا بنتكلم من 14 يوم. تمام. والدراينس الجفاف بالذات ما بيخلصش في 14 يوم، انا بمشيكي عليها شهر وممكن شهرين، ممكن اقول لمريض 3 شهور وقفها وبعدين برجع لها تاني. تمام. يعني الموضوع بالقطرات يفضل مستمر بيها طول حياته ولا هي مجرد بتضيع في وقتها؟ لا 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 ما ترجعش تاني. لا 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 هي بتضيع بتضيع، بس المريض اللي عنده حساسيه ده هيجي يشتكي لي تاني في الربيع والخريف. بالظبط. عشان هيجي يشتكي لي، بس ده مش مشكله عين، دي مشكله جسمه نفسه، الاميونيتي بتاع جسمه نفسه. هتلاقي مثلا بيشتكي برضو من كحه مثلا بتجيله في الربيع او في الخريف، يعني هو بيبقى عنده الانتي بودز بتاعته والاميون سيستم بتاعته نفسه، الجسم بيهاجم نفسه. مريض الحساسيه ده الجسم بيهاجم نفسه. بالظبط. ف هيجي يشتكي كل شويه، مش مجرد يعني الحساسيه دي ما اقدرش اقول لك انا هعالجها مره مش هيجي تاني، لا هيجي بس هيجي على فترات متباعده. تمام. معانا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. مع حضرتك روحاني من اسيوط. اتفضلي. اهلا وسهلا. بصي حضرتك انا دكتور مع حضرتك ممكن أي. اكلمها؟ ايوه اتفضلي. اتفضلي سامعاكي. تمام. حضرتك بصي انا عم بنحز في الاول عادي بتقبل عينيا. معلش عيدي السؤال تاني عشان صوت كان بيقطع. تمام. بقول لحضرتك عمل كنت في الاول يعني جلعت النضاره وبعمل لمسه. تمام. ماشي. عيني كانت بتتقبلها عادي خالص كان مفيش حاجه. تمام. بعد كده جيت اعملها تنطر من عيني ما بتتجبلش، عملت كذا مره ما بتتجبلش عيني خالص، وكمان مش بستحملها كده، بلاقي الالوان نفسها في الليل ما استحملهاش الوان الضوء. تمام. 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 بس كمان ما بقدرش افتح عيني بعد كده، فبس كذا مره معلش مش خلاص ما بقتش تتجبل عيني خالص. ماشي شكرا. شكرا دكتور هتجاوب عليك. هي دي برضو من المشاكل بتاعه اللينسز اللي انا كنت بقول عليها، ان المريض ممكن يتقبل اللينسز فتره معينه وبعد كده يبتدي مش قادر يستحملها، العين مش تستحملها تاني. ليه بقى؟ اسبابها ايه؟ يا اما عنده جفاف، يا اما حصلت ممكن، والحاجات اللي بتجيلي كتيره قوي اساسا في العياده، حصلت قرحه في القرنيه من عدسه. ما هو حسب عدم القبول ده ايه؟ هل هي مش قادره تفتح في الضوء خالص؟ الاقي فوتوفوبيا، دموع جامده جدا، الم رهيب، يعني حسب كلمه عدم القبول دي. العين محتاجه تريح اصلا يعني من الوقت. بالظبط. بالظبط. العدسات دي ما ينفعش تتلبس على طول، وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك هي عدم القبول ده إيه؟ هل هو مثلا حصل لها التهاب نتيجه العدسات؟ ما هو ده لازم بقى احنا بنبص تكشف. بالظبط. ونشوف هل دي قرحه، هل ده التهاب، هل دي حساسيه، من عين محتاجه يعني بالزبط. تاخد حسب بقى. طيب افضل نصيحه ممكن تنصحي بيها عشان نختم بيها الحلقه لاي شخص متردد ان هو يعمل تصحيح نظر، ايه هي النصيحه؟ لا انا يعني هو طبعا حسب حاله المريض ايه وسمك القرنيه بتاعته ايه والكلام ده كله، ولو هو بيلبس مثلا عدسات لا انا هفضل له الليزك. تمام. احسن من العدسات، لان العدسات اون ذا لونج ران بتدخل في مشاكل تانية كتير جدا. فلا الليزك حتى السايد افكتس بتاعته او مضاعفاته ما هياش دلوقتي يعني حاليا بالتقنيات الحديثه بتاعتنا باللي احنا وصلنا له، لا الليزك دلوقتي عمليه عليها قبول جامد جدا والسايد افكتس بتاعتها بسيطه جدا. تمام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور سلمى، نورتيني وافدتيني كتير جدا جدا. كان معاكم ضحى نجاح في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى، بنيجي كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال.